ورحمة الله وبركاته. وفاة الفنان محمود ياسين عن عمره يناهز 79 عاما. بعد صراع مع المرض نعاه ولده إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء. توفى قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمره يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلا: توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء. ربنا يرحمه.